هذا الواضح لحد هذه اللحظة. لا أؤكد أنه ليس هنالك اتصالات، لأنه من الصعب أن نعرف أنه هل يتم الاتصال بالصدر أو هو يتصل، هذا صعب يعني أن نكتشفه. ولكن الواضح أنه غلق نعم لكل التفاوضات. أعتقد أنه حتى لم مثلا يوجه مثل ما في السابق بعض الطروحات، بعض المقترحات للنخب، للمثقفين، للكتل والكيانات المستقلة، حتى هذا لم يحصل لحد هذه اللحظة. ونحن شيئا فشيئا نقترب من انتخابات مجالس المحافظات التي الحكومة والإطار التنسيقي وأطراف كثيرة تعد لها العدة، وصارت يعني أقرب إلى التنفيذ منه إلى التأجيل في هذه المرحلة. فمن الواضح أنه ليس هنالك أي تحرك على الانتخابات، وليس هنالك أي تواصل إلا ما لا نعرفه ويدور في حلقات ضيقة جدا وكواليس مخفية وخلف الأبواب الموصلة.